تمريرة وراء أخرى، تتويج يتبع سابقة، أكيد أنها مقومات رجل تضيق خزائنه بالجوائز. كريستيانو رونالدو فاز بالتشامبيونز ليج مع البلانكوس، توج باللقب الأوروبي مع برازيل أوروبا، ركينته التهديفية لا تعترف بإلزامية التوقف، إذا غاب عاد، في عودته يصنع دوما التألق. كل المتتبعين رشحوه للفوز بالكرة الذهبية، والسبب ما ذكرناه سابقا، قالوا عنه متهرب من الضرائب فخرج ليفند ذلك بالأوراق والمستندات، لكنه لم يستطع أن يفند أنه صاحب الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة الفرنسية فرانس فوتبول، بعد أن جزم عدد من المنابر الإعلامية أنه صاحبها تكهنات مسبقة، نظرا للمجهود المبذول من طرفه خلال هذه السنة بعد أن توجها بلقبين كبيرين. الإعصار الملكي وجد نفسه أمام كرة ذهبية تنضاف إلى أخواتها في متحف ماديرا، بعد أن جدد عقده مع البلانكوس لشيء سوى لأنه يريد مواصلة حصد الألقاب تلو الأخرى. كريستيانو رونالدو الذي اعتاد وجود اسمه في الخانات الثلاث لهذه الجائزة، دون شك سيجد في كرة فرانس فوتبول دفعة معنوية أخرى تجعله سيد الكرة العالمية بامتياز.